بخير دكتور. مساك الله بالنور والسرور، اهلا وسهلا. شوي عانينا لين دخلناك. الله يعطيك العافيه دكتور، ونبارك لكم حصولكم على هذا الاختراع وتشريف اسم السلطنه اكيد في هذا المجال. الله يبارك فيك ويرفع مقامه ويرفع دائما اسم عمان عاليا في كل مكان ان شاء الله. نحن حاولنا نجتهد شوية ونيب بعض المعلومات ونعطي نبذة عن هذا الاختراع، لكن التفاصيل أكثر نريد نسمعها منك دكتور. بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياك الله. أولا شكرا على الاستضافة، واجب الرسول، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وفي هذا المقام أيضا أحب أن يعني أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة جامعة سلطان قابوس ممثلة في رئيس الجامعة وكلية الطب وقسم الأحياء الدقيقة والمناعة، الذين لم يبخلوا علينا في الحقيقة بأي دعم كنا نحتاجه في هذا البحث وفي غيره. طبعا عزيزي البحث يتلخص في طريقة معمنا طريقة مبتكرة لإعداد تركيبة علاجية لعلاج الآثار الناتجة من لدغة الأفاعي، لدغة الأفاعي السامة. ووجدنا والله الحمد انه ثمار العجوه فيها مستخلص سبحان الله يعني عنده قدره عديده في القضاء على سم الافاعي. فسبحان الله يعني لما تضع يعني تجيب حيوان ويتم لدغه عن طريق ثعبان من الثعابين السامه جدا وتستخدم المستخلص هذه يرجع الثعبان كانه لم يصب باللدغه سبحان الله. ولله الحمد طبعا العمل كان أخذ منا وقت طويل أكثر من 10 سنوات، وفي النهاية كللت المساعي ولله الحمد بالنجاح وحصلنا على براءة الاختراع كما تفضلت سابقا، بارك الله فيك. نعم، هذه المدة العشر سنوات هي المدة التي تمت فيها الأبحاث والدراسات حتى وصل نعم. حتى تم الوصول إلى هذا الاختراع. نعم لأنه أيضا نحن يعني مرينا بمراحل فيها كيم الإحباط في فترة من الفترات، لكن سبحان الله في النهاية كان التوفيق الأول والأخير من الله سبحانه وتعالى، وأيضا بجهود الإخوة اللي معنا وبالذات الأخ زميلي الدكتور صدقي، أيضا هو له خبرة طويلة في مجال سموم التعابين وجزاه الله خير يعني ما قصر معنا، وأيضا الجماعة في الكلية بشكل عام كلهم كانوا سبورتيف ولله الحمد. اليوم البعض يتحدث بعد حصولكم على براءة الاختراع هذه، كيف يمكن استثمار هذه براءة الاختراع وتطوير يعني هذا الاختراع وهذا المنتج بحيث انه تكون الاستفادة منه بشكل اكبر، خاصة مثل ما تفضل دكتور انه مفعول يعني المستحضر هذا قد يكون يعني الاول من نوعه. نعم نعم، بارك الله فيك، هذا سؤال جدا في موقعه، لأنه في الحقيقة يوجد أكثر من 3200 نوع من الثعابين، منها 40 نوع سام على مستوى العالم، يعني تتكلم أنت عن 1300 نوع من الثعابين السامة، وبعض الثعابين طبعا تسبب الوفاة في النهاية، فهي موضوع يعني محتاج مش على مستوى عمان، على مستوى العالم بالذات في دول أفريقيا وفي الأدغال. يعني إيجاد مصل أو لقاح يعني ممكن يستخدمه الشخص دائما في جيبه ويستطيع بأنه يعني ينقذ نفسه في حال التعرض للدغة أفعى، أيضا هذا يعتبر احنا نعتبره إنجاز ولله الحمد. نعم. فهي سؤالك كيف يكون التصنيع وكيف عملية يعني ناخذ المنتج إلى عملية تصنيع و يعني يكون في السوق يعني. طبعا الان احنا انهينا مرحله التجارب على الحيوانات اللي هي الحيوانات الصغيره في المختبرات، حيوانات المختبرات والنتائج الحمد لله نتائج يعني مذهله ولله الحمد، وايضا بدانا في بعض الحيوانات الكبيره كالفراخ، والان المرحله الاخرى بتكون الانتقال الى يعني يسمونها المرحله الفحص الاكلينيكي او الاختبارات الاكلينيكيه، بحيث انه نستخدم نبدا يعني تاخذ المنتج على اناث، هذا تقوم به عاده الشركات التصنيع، يقوموا بالفيز 1 والفيز 2 والفيز 3 والفيز 4 من الـ من من البحوث وايضا من يعني في تجارب اخرى اضافيه، ولكن في النهايه يعني التصنيع مطلوب، وطبعا نحن ايضا نبحث عن الجهه المناسبه سواء كان من داخل عمان او من خارجها اللي ممكن تتبنى المنتج، وان شاء الله
يبدا في الظهور في القريب العاجل باذن الله تعالى. لكن دكتور علي في العاده من يتبنى هكذا يعني اختراعات؟ يعني اللي ابغى اوصل له انا الان انه في الجامعه والناس المعنية بالأبحاث هذا مجال آخر، لما نتكلم عن التسويق وعن والله التواصل مع الشركات اللي ممكن يعني أنها تتبنى هذا المنتج، قد يكون هناك أشخاص يعني آخرون معنيون بهذا الجانب. هل في جهة معنية في البلد تتحرك في هذا المجال تتبنى مثلا هذه الاختراعات وتسوق لها إلى آخر بحيث أنها تساعد هؤلاء الباحثين؟ نعم نعم، في 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 اكثر من جهه حدد علمي. انا ايضا في قسم الابتكار في الجامعه سلطان قابوس موجود، وعندنا ايضا في مجلس البحث العلمي ايضا عندهم قسم الابتكار، فهذا ينظر الى كل الابتكارات التي يقوم بها العلماء. اتوقع ايضا ممكن هم يفيدونا في هذا المجال من ناحيه ايجاد الشركه المصنعه او المموله. طبعا على مستوى العالم في شركات كثيره، يعني ما في شك انها بتنافس، لكن طبعا الاولويه بتكون للبلد، يعني نعم بتكون للانتاج. يعني في عمان اذا كان بالامكان يبدا في البحث خارج البلد، وزي ما تلف سابقا يعني مجلس البحث العلمي والجامعه في جهات موجوده، احنا ان شاء الله بنتواصل معهم وبنشوف ايش الانسب. والله نحن دكتور نتمنى نشوف هذا الاختراع متوفر إن شاء الله في مستشفياتنا والمستشفيات العالمية بإذن الله. اللهم أمين، ونحن كذلك أيضا نتعين واحد بإذن الله تعالى. بإذن الله. دكتور علي بن عبد الله الجابري من جامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك، شكرا لك العزيز. يعطيك العافية، شكرا.